كل هذه الأمور تساهم في توسيع هذه العلاقة وزيادة منحنى التبادل التجاري بينهما، وبأن يكون هناك تكامل اقتصادي سوري إيراني وزيادة تبادل تجاري، ولا سيما إذا تم بناء البنية اللوجستية من الطرق عبر العراق الشقيق. كما ترين على أن المتغيرات الدولية تؤكد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تضمن أمنها السياسي والاقتصادي إلا من خلال تحالفها مع الدول. ضمن هذا الإطار نرى على أن السوقين لابد أن يتكاملا، لابد من أن يتم تفعيل عمل كل القطاعات الخاص والحكومي، وخاصة بعد تأسيس غرفة الصناعة السورية الإيرانية المشتركة، وأيضا تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني. نعم، يمكن لسوريا أن تساعد أيضا من خلال موقعها الجيوبوليتيك على البحر المتوسط، من خلال أن تكون سوق واسعة المنتجات الإيرانية، من خلال كونها قناة أو نافذة للتوسع إلى دول أخرى سواء كانت عربية أو أوروبية، من خلال إجراء التكامل الاقتصادي السوري الإيراني. كان متفائل المستقبل، متفائم على أن هذه العلاقة بين إيران وسوريا ستكون البوصل الحقيقي والزاوية الأساسية في إيجاد نظام عالمي جديد، وخاصة إذا تم الاندماج والتأقلم ما بين محور المقاومة من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى فلسطين إلى لبنان إلى غزة، ومحور مواجهة الإرهاب الذي يضم روسيا والصين. العالم مقدم على تغيرات كبيرة، وإن شاء الله سنتلمس نتائجها قريباً.